محمد الفاتح كان غلاما صغيرا، غلام لا يعرف شيئا. أثر المعلم الذي رباه على القيم والذي يعني أكد عليه هذه المعاني حتى استطاع أن هو يعني يحمل هذه الرسالة ويحمل هذه الأمانة ويبذل من أجلها ويتابع، حتى يعني صار الفتح العثماني المعروف. كل هذا معروف، لكن مما لا ينتبه إليه بعض الناس إن هذا كان في زمان انكسار أيضا، نفس الوقت الذي كانت تسقط فيه حضارة الأندلس في المغرب قامت حضارة يعني الدولة العثمانية آخر الخلافات في المشرق. يعني لم يكن الطريق مفروشا بالورود. لو انتبه محمد الفاتح وشيخ محمد الفاتح ومعلمه إلى الانكسار الحضاري الحاصل في دولة الأندلس، ربما لم يقم محمد الفاتح بفتح القسطنطينية في هذا الزمان. نفس التوقيت الأندلس تسقط، والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش وكل أنواع الضغوط التي سجلها التاريخ، في نفس التوقيت يخرج من رحم هذه الأزمة، من رحم هذه المحنة، هذه المنحة الجديدة لتؤكد أن الإسلام لا يموت، وإنه قد يضعف قد يتراجع. لكن ولذلك ليست هناك حضارة بقيت هذه القرون وهي لم تمت ولن تموت إن شاء الله تعالى، والقيم يعني سترجع وستعود، والإسلام سيسود إن شاء الله تعالى، ونحن أدوات يستعملنا الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة التي نحمد الله عليها.